تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وذلك بمناسبة نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2019 هذا نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله رعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعبر لجلالتكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الكبير والمتميز الذي تواصل مملكة البحرين تحقيقه بجدارة في تنظيم وإقامة سباق الفورمولا 1، إنما حققته مملكة البحرين في سباقات الفورمولا 1 للعام الحالي 2019 من نجاح متميز شهد به الجميع وما حظي به السباق من مشاهدات عالمية عريضة، ليؤكد تفوق المملكة وقدرتها على تحقيق إنجازات رائدة في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة. إننا لنود أن نعبر لجلالتكم عن اعتزازنا بالتنظيم الراقي لهذا الحدث الرياضي العالمي المقام في رحاب بلدنا العزيز، وبما حظي به من دعم ورعاية جلالتكم، داعين المولى عز وجل أن يحفظكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة إنجازات الخير والنماء في بلدنا الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر هذا نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم الكريم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية، مقرونة لشكرنا الجزيل وامتناننا العميق للتهنئة التي حملتها إلينا برقية سموكم بمناسبة نجاح سباق الفورمولا 1، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة مملكتنا الغالية على الصعيد العالمي حضاريا ورياضيا واقتصاديا، بحيث تأكد حضور هذه المملكة في مصاف الأمم المتقدمة، مع تمنياتنا الصادقة لسموكم بدوام الصحة وموفور العافية، ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.